أحمد ربط الرسوم بالرواتب، هذا مدخل مهم جدا. المدارس اللي تضع رسم 8,000 و10,000 لا يمكن أن أتحدث عنها بنفس اللغة المدرسة رسومها 25 و30,000، يجب يكون راتب المعلم هنا نسبة وتناسب، بالإضافة إلى مدخلات أخرى لا بد تراعيها الوزارة. حتى آلية اختيار المعلم، هل كل واحد تسمح لي بأضيف لك شيء؟ في نقطة مهمة في الجودة أن تشير لها. يا أخي أنا أستغرب وزارة التعليم قد تغلق المدرسة لأن هناك رخصة من الرخص تعثرت فيها المدرسة وإشكالية، وهذا مبرر ما في إشكال، أنا بالنسبة لي أعتبره صحيح، لكني أنا لا أعتبر أن المقارنة صحيحة. إذا كان المدرسة نواتجها التعلمية ضعيفة جدا وتبقى، لماذا تبقى مدرسة أنت عندك في التصنيفات المفروض خذ أقل، أنت عندك 4,000 مدرسة أهلية الآن في تقريركم اليوم قدمته، يا أخي أقل أكثر من 4,000 لما نأتي عندنا 4,278 أنت 48% من مدارس الرياض 48% من مدارس الرياض أهلية، يا أخي خذ أقل المدارس مستوى من حيث نواتج التعلم يا أخي أوقفها. أنا عندي هذا المبرر يدفع المدارس الأهلية دوما إلى الجودة، مع أني أنا أؤمن الواقع اليوم يقول أن أفضل طلابنا في المدارس الأهلية، لأن الخدمة التعليمية التي تقدم عدد الطلاب أقل، جودة المعلمين وتدريبهم أعلى، التدريب عالي جدا في المدارس الأهلية، المراقبة عالية جدا، أثر هذا على الطلاب كبير بخلاف المدارس الحكومية، لذلك كل المنافسات كل التصريفات تلقى المدارس الأهلية.